على مستوى محترفينا في الخارج كان في صدمه كبيره في ترابزن سبورت الحقيقه، نادي ترابزن سبورت الايطالي بسبب اصابه تريزيجيه. عايزين نقول له الف الف سلامه نجمنا، الف سلامه لنجم مصر ونجمنا تريزيجيه بعد طبعا الاصابه القويه اللي تعرض ليها مؤخرا في بكسر في احد الضلوع خلال مباراته طبعا ضد جلاتا سراي يوم السبت اللي فات، ده في اطار طبعا الجوله الثانيه من الدوري التركي. التقرير صحفي تركي قال ان نجم مصر الدولي هيبدا رحله العلاج ان شاء الله هتستمر لمده شهرين. اضاف كمان ان مده غياب تريزيجيه وان اصابه تريزيجيه كانت بتعتبر صدمه طبعا لفريق ترابزون سبورت في ظل اصابات عدد كبير من اللعيبه مؤخرا وعلى راسهم فرنانديز، وطبعا تريزيجيه من العناصر المؤثره جدا جدا في فريق ترابزون سبورت، ويعني حظ وحش الحقيقه لان تم استدعاء بشكل مبدئي لخوض معسكر منتخب مصر خلال طبعا الشهر اللي جاي، هنلاعب في اثيوبيا في ختام تصفيات كاس الامم الافريقيه 2023. ده كمان يعني كان المنتخب هيلاعب اثيوبيا، وكمان في لقاء المهم، لقاء مهم جدا الحقيقه ولقاء منتظر ما بين منتخب مصر والمنتخب التونسي. لكن اكيد من المنتظر طبعا غياب تريزيجيه عن المعسكر سبتمبر بسبب الاصابه ديت، زي ما بقول لحضراتكم اصابه يعني اصابه صعبه شويه، كسر في الضلع، والحقيقه الحكم ما حسبش حتى فاول يعني، وكان في تعليقات ساخره على السوشيال ميديا رغم الاصابه القويه جدا لتريزيجيه، لكن ما كانش حتى في يعني مخالفه اداريه او قانونيه داخل الملعب، لكن تريزيجيه للاسف هيغيب عن الملاعب مده شهرين.